تكللت الجهود المصرية بنجاح في إتمام اليوم الأول من الهدنة المؤقتة بقطاع غزة من خلال الإشراف على عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية. وتستمر الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة المؤقتة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهالينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي.